هاي بالوادي تبعهم انا شافت انه هديله بال لا ضربت لا تسارع تلك الأنانة للجيش السوري خطافة التي بالكاد تشق طريقها في تلك الجبال مرابطين في مواقعهم هنا والنقاط التي كانت لمقاتلي داعش قبل استعادتها منهم بعد حلول تدور وتوجه القوات شرقا. وإلى اليسار في هذه المنطقة. السيطرة على جبال كثيرة على بعد 20 كيلو بدا على بعد كيلومترات قليلة من الحرب. في غرفة طريق. إذا عم تركض عم تقدم شبابنا
اتجاه الصدر جاينا. فوت مشطة فوت بما انك فوت اول واحد. خالص 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 لم يأشي نقفة فوت امش يلا. Thank you.
طبعا انتهيت. يا معلم تكون هي عدو. ارمي عليهم ارمي عليهم.